السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة بقى في كلمتين وبس بالانجليزي، عندنا كلمتين هما الحقيقة مش كلمتين، هما 3 كلمات طريقة نطقهم قريبة من بعض جدا، تقريبا هما متشابهين في النطق، بيسموها كده بالانجليزية حاجة اسمها هوموفونز اللي هو الجناس الصوتي، يعني كلمات متشابهة جدا في الصوت وقد تختلف في الحروف وفي المعاني. فالثلاث كلمات اللي معانا النهاردة متشابهين جدا في طريقة in their way of pronunciation، لكن الحروف مختلفة والمعاني مختلفة. الكلمة الأولانية اللي معانا النهاردة هي كلمة chilly، C-H-I-L-I، chilly اللي هو معنى مشطشط. أقول لك I like eating food most of the times I like chilly food. chilly دي أول كلمة معانا. الكلمة التانية اللي هي C-H-I-L-E، ودي تعطي معنى دولة تشيلي في أمريكا اللاتينية، في أمريكا الجنوبية. أقول لك I visited many countries in the world but I never visited before Chile. I would love to visit Chile and I would like to have many friends from this country. الكلمة الثالثة كمان اللي معانا النهاردة هي برضو تشيلي بس C-H-I-L-L-Y، ودي تعطي معنى بارد شويتين كده. أقول لك in January in Egypt I like the weather. Most of the times the weather in Egypt in January is chilly. فالتلاتة بينطقوا بنفس الطريقة لكن بيدوا معاني مختلفة. chilly chilly chilly. بس كده يا جماعة.